صباح الخير يا صحابي، ازيكم؟ عاملين ايه؟ هتكلم معاكم النهاردة عن قصة حلوة قوي قوي. الواد كاي قعدت اصحيه مرضاش يصحى وقال انا عايز انام. كنت هاخده افسحه في المكان الجميل ده واحكي له قصة حلوة قوي 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 النهاردة، لان النهاردة يعتبر هو عيد القديسين دول وعيد استشهادهم. قصة خطيرة خالص. يلا بينا بقى يا صحابي من غير كاي نصور الحلقة دي ونحكي لكم عن الكتيبة الطيبية. زمان خالص 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 في سنة 287 ميلاديا حصلت ثورة في فرنسا، ثورة كبيرة جدا، والناس طلعت تتظاهر يسقط الامبراطور يسقط الامبراطور، نفس اللي حصل عندنا بالظبط. الامبراطور خاف على الامبراطورية بتاعته جدا وكان مش عارف يعمل ايه، فقرر ان هو هينزل الجيش، وفعلا بدأ يجهز الجيش من جميع انحاء الامبراطورية، واختار فرقة ومجموعة جيش من مصر كانت اسمها القتيبة الطيبية مش الطبية، خلي بالكم يا اصحابي، اسمها الكتيبة الطيبية لان هي كانت جاية من طيبة، طيبة دي اللي هي في الاقصر، وكان الزعيم والقائد للكتيبة دي هو القديس موريس. وفعلا الكتيبة دي بدأت تسافر لفرنسا وتخمد الثورة، يعني تقضي عليها تماما وتخفيها. ولما الامبراطور حس ان هو انتصر طلب من كل فرق الجيش ان هم يبخروا للأوثان ويسجدوا للأوثان على اساس ان الأوثان دي هي الاله الحقيقي اللي ساعدتهم في الحرب. كل الجيش وافق بالموضوع ده، لكن الكتيبة الطيبية بقيادة القديس موريس انعزلت تماما. ولما الامبراطور اخد باله ازاي انتم ما تسجدوش ولا تبخروا للأوثان، قالوا له احنا مسيحيين مش هينفع نعمل كده. الامبراطور اتعصب جدا، ازاي انتوا مجانين؟ انتوا ما تسمعوش كلام؟ ازاي انتوا؟ لكن فضلوا مصممين على رأيهم ومرضوش يبخروا للأوثان، وقالوا للامبراطور نحن جنودك ولكننا عبيد للإله الحقيقي، احنا ممكن نسمع كلامك في اي حاجة، لكن الحاجة اللي تخالف اوامر السيد المسيح وتخالف ربنا ابدا عمرنا ما هنسمحها. احنا ممكن نقضي عليك ونقضي على الجيش كله لاننا معانا سلاح، لكننا عمرنا ما هنعمل كده، احنا مستعدين نموت من اجل الهنا وحبيبنا وفدينا السيد المسيح. الامبراطور سمع الكلام ده فاتغاظ جدا، فقرر ان هو هيعد لحد 10 والراجل او الجندي اللي عليه رقم 10 هيبدأ يذبحه، وفعلا عمل كده وبدأ يقتل ناس كتير منهم. لكن الكتيبة الطيبية كانت قوية وشجاعة لان القديس موريس كان بيشجعهم وبيقول لهم خليكوا ثابتين على الايمان المستقيم، احنا مستعدين نموت من اجل بابا يسوع من اجل حبيبنا. وفعلا الجندي والامبراطور قضى على الكتيبة كلها، محدش فيهم خاف ولا اضطرب، كلهم كانوا شجعان، كانوا جنود اقوياء، كانوا بيحبوا السيد المسيح جدا جدا جدا، لدرجة لما الامبراطور حس ان هم مش خايفين ولا هممهم الموت قرر ان هو هيقتلهم كلهم. وكلهم كانوا حوالي 6600 راجل في الكتيبة الطيبية اللي كانت بقيادة القديس موريس، كلهم استشهدوا وبقوا مشهورين جدا في اوروبا بسبب ان هم دمهم سفكت في اوروبا هناك. وكانت الكتيبة الطيبية ليها معجزات كتير جدا هناك، واستشهدوا بالظبط يوم 22 سبتمبر اللي هو زي النهاردة سنة 287 ميلادية. والقديس موريس بقى مشهور جدا في أوروبا وليه عدة كاتدرائيات وكنائس كتير هناك، وناس كتير جدا 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 بيتشفعوا بيه لأن القديس موريس ده كان عظيم جدا جدا جدا. استشهد القديس موريس والجنود اللي معاه في مدينة سويسرا، والمدينة دي أحبت القديس موريس جدا واعتبرته هو الشفيع ليها، وبدأ السكان السويسريين يتغيروا جدا ويبقوا مسيحيين بسبب شجاعة والقائد العظيم موريس. وبقى في مدينة اسمها دلوقتي سان موريس في مقاطعة فاليا في سويسرا لأن هو كان عظيم جدا جدا. والنهاردة يعتبر عيد استشهاد الكتيبة الطيبية والقديس موريس. يا رب يا صحابي تكون القصة عجبتكم. باي باي.